بتتكلم عن بقعة سمراء هي في بتسأل الخلد. سبب البقع السمري، هل ممكن تكون من الكبد؟ في حاجة عندنا اتش سبوت اللي هي البقع الخاصة بالسن، لو هي سنها كبير هي دي بتبقى 48 48، لا طبعا مش هتبقى اتش سبوت، دي بتاعت اللي هم من بعد الـ60 وطلع. في حاجة تانية مهمة جدا، ممكن الكبد يعمل بقع، ممكن يعمل بقع، ولكن انا عاوز اقول لحضرتك على حاجة يا مدام. الوجود بقع معناه وجود التهاب، يعني حضرتك اتعرضت للشمس، وقفت قدام البوتاجاز حضرتك وانت بتحضري اكل لفترات طويله، فوشك حصل فيها هذه البقعه نتيجه وجود التهاب، غسلت وشك بميه سخنه. هذه البقعه يا استاذ محمد حلها بيكون بكل بساطه باستخدام نبات العرقسوس. ليه نبات العرقسوس؟ ربنا خالق في نبات العرقسوس اثنين من المواد الفعاله. الماده الاولى ماده الجليسيزين، وهذه الماده من اقوى المواد الطبيعيه كمضاده للالتهاب. في ماده عندنا ثانيه اسمها جلابريدين، هذه الماده بتوقف احد الانزيمات اسمه التيروزين. هذا الانزيم بيقلل من اما بيقف بيقلل من انتاج صبغه الميلانين. فالحل الطبيعي بكل بساطه لمشكله سيادتك هو نبات العرقسوس. طب هنستخدمه ازاي؟ هنجيب 100 جرام من نبات العرقسوس ونغليه كويس جدا 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 من النباتات الطبيه بتتغلى دائما وابدا. بتقول لي تسمعني بقول مع ملعقه صغيره على كوب ماء سبق غليه ثم يغطى لو كان الماده الفعاله طيب. لو كانت الماده الفعاله طيب، اما الماده الفعاله اللي موجوده في العرقسوس فهي غير طياره، اللي انا عاوزها مش طياره. هنغلي كويس جدا ال 100 جرام في لتر ميه، نغلي كويس جدا لغايه ما يبقى عندنا الركيزه حوالي مثلا 3 4 معالق كبار. هذه ال 3 4 معالق هو الكنز اللي انا استخلصته، بستخدمه على مدار الشهر، بعمل مثلا هذا الكلام كل 3 ايام وبستخدمه يوميا على البقعه السمراء لغايه ما ربنا ان شاء الله يشفيني ويعافيني. الف سلامه عليكي مدام مها.